وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، افتتحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر البحرين الدولي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة بالتعاون مع مجلس المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية. لم تعد القيم الاقتصادية من ربح وخسارة هي المحدد الوحيد لتقييمها، بل باتت المسؤولية الاجتماعية من أهم العوامل المستخدمة لقياس أداء ومساهمات الشركات والمؤسسات في المجتمع. النسخة الثالثة من مؤتمر البحرين الدولي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة جاءت لتؤكد على أهمية تحويل التوجه التجاري للشركات إلى الأدوار المجتمعية التنموية وبشكل مستدام. وهذه ليست عمل خيري فقط، بل هي أصبحت مسؤولية وواجب على كل الشركات سواء كانت في كل القطاعات، فأصبحت ليس تبرع فقط بل أصبحت جزء مهم من برامج استراتيجية ومن الميزانيات ومن برامج تنفيذية للشركات. مؤتمر البحرين الدولي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة جاء ليعطي دلالة متميزة ومؤشرا دوليا للصدى الواسع الذي تتمتع به مملكة البحرين في العمل الخيري ومسؤولية العطاء للشركات، وما تميزت به من تأسيس لمبدأ التقاسم المشترك في الحياة التجارية والاجتماعية. تم تكريمي كشخصية الرجل لعام 2018 في المسؤولية الاجتماعية، فطبعا أنا سعيد في المشاركة. المؤتمر مهم جدا ويشجع المسؤولين، لأن كنت سعيد أن أشوف عدد كبير من كبار المسؤولين موجودين في المؤتمر يسمعون إلى كلمات مهمة جدا تشجع استقطاب الشباب في العمل التطوعي. وهذه السنة ركزنا أن احنا نتعلم من التجارب الخليجية وبعد من التجارب الدولية بوجود 15 متحدث يمثلون قطاعات مهمة ومختلفة، سواء كانت في قطاع التعليم ولا قطاع البيئي أو في القطاعات اللي تشمل على الجانب الحكومي. إن المسؤولية الاجتماعية للشركات مفهوم استراتيجي يتضمنه علم إدارة الأعمال، انطلاقاً من وجود التشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات في مختلف البلدان في العالم. لذا فإن الشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً نوعياً ومتميزاً في هذا الصدد، مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية عند تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركات، ولا تكون بعيدة عن الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية فيها. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.